Mijn naam is Azzam, ik ben Syriër. Ik ben naar België gevlucht 2 jaar geleden. Ik werk in een klein IT-bedrijf in Brussel. Ik ben gelukkig, ik heb leven. Maar het probleem is dat mijn broer misschien het land moet verlaten. راح على ليبيا. بليبيا ما في حكومة، فهون رجع هو بعث لي دعوة مشان اجي على بروكسل. بليبيا ما طلبت السفارة إقامة ليبية، وأنا مو معي إقامة ليبية، فتمنا قاعدين تقريبا حوالي 7 شهور، بعدين ردينا رجعنا على الإسكندرية. بالإسكندرية ساءت الأحوال فيها، وصار في انقلاب للجيش، وصاروا يرحلوا بالسوريين. نحن بمصر ما معنا إقامة، وزوجتي فلسطينية ما بحق لها إقامة. سمعت بالإسكندرية إنه عم يطلعوا مراكب صغيرة يطلعوا بالبحر يوصلوا السوريين على الشواطئ الفرنسية الإيطالية. كنت مضطر إني أطلع بالبحر كون زوجتي ولدت جديد، وبنتي ما معها أوراق ولا باسبور، ما في غير شهادة ولادة من المشفى، وما معنا إقامات وما في مستقبل. بعدين طلعونا ببيكاب اللاب 14 طن مثل الغنم، وصلنا على شط البحر، صرنا نسبح تقريبا 200 متر، 250 متر، وصلنا على القارب وركبنا فيه، وكان معنا أطفال ونسوان. فالشباب اللي كانت تعرف تسبح ترد ترجع تجيب أطفال وترد ترجع على القارب. ساعة القارب تقريبا 25 شخص. وصلنا على القارب حتى ما كان في محل ننام ولا حتى نقعد، غير متربعين وقاعدين بس، وكانت ثيابنا كلها مي أمور بهدلة طبعا. المي كانت محطوطة بمي خزان مازوت كنا عم نشرب منه. أكل ما كان فيه، كانوا حاطين لنا خبز لحتى عطل فينا المركب. سادس يوم عطل فينا المركب، هون كان معه جهاز سوريا، اتصل بالصليب الأحمر وحددوا الموقع. وصلنا عملوا، اجت الباخرة انقذتنا، طلعتنا على الباخرة الكبيرة ونقلتنا على الشواطئ الإيطالية. الشرطة كان استقبال غير لائق، يعني حتى المي ما قدموا لنا هي، ولا أكل ولا شيء، بس شلحونا ثيابنا ودخلونا على حمامات مي باردة، بعدين طلعونا بعد تقريبا 6 ساعات. صاروا ياخدوا مننا واحد واحد منشان يبصموا. اجى دوري، دخلت، كان في محقق تونسي، مترجم تونسي، قال لي أول شغلة بدك تسويها بدك تروح تبصم على الجهاز. قلت له مشان شو بدي أبصم؟ قال لي أنت هون لاجئ. قلت له أنا ما بدي لجوء. قال ليش ما بدك لجوء؟ قلت له أنا عندي إخواتي بأوروبا ببلجيكا وبدي أروح لعندهم. فقال لي إنه ما بصير أنت تخل الدولة الأوروبية. لازم تبصم فيها، وأنا كنت بعرف إنه المعاملة بإيطاليا سيئة، فقلت له ما ببصم. قال لي براحتك. كان مدخل البوليس وراي، صاروا يضربونا، بعدين رشوني بالماء وحطوني
مثل المنفردة. فدخلت لجوا، رجع خدخني البوليس لجوا، رجع سألني المترجم بدك تبصم؟ قلت له لا. كمان رجعت ضربتني الشرطة، من هون اتأذيت ظهري ورجلي. رجعوا تركوني شوي وحطوني برا، رجع دخلوا واحد تاني، وفي ربع ساعة ردوا رجعوا دخلوني. قال لي بدك تبصم مترجم ولا لا؟ قلت له لا. ضربتني شوي الشرطة، بعدين ما حسيت غير فقدت الوعي، بعدين فقت برا بين مع الشباب اللي جيت معه. قالوا لي شو صار معك؟ قلت لهم، قالوا لي بدك تبصم، بعدين ما حسيت غير عم يضربوني وما بعرف شو صار. قالوا لي انه انت بصمت جوا، وقالوا لي انه ضربوك بالكهرباء. تاني يوم الصبح طلعت من السجن، طبعا كان الباب مفتوح لأنه ما كان سجن، كان بس قبل البصم سجن. وصلت على بلجيكا وبعرف إنه في طريق أمن وقانون إنه أقدر أجيب مرتي وولادي، أمن لهم مستقبل للولاد. الحالة العائلية نوعا ما صعبة، عندي أمي وأبي وأختي وزوجة أخي وأولاده الاثنين مقيمين حاليا بالإكسندرية في مصر. القضاء الأمني كتير صعب، بحيث إن هن بسبب إن هن ما عندهم إقامة في مصر، فلو إنه الشرطة المصرية بتكمشهم بالشارع ممكن لأي سبب لسوء مزاج من الشرطي يتم ترحيلهم على سوريا. طبعا غصبا عنهم حيحطوهم في السجن وحيقولوا لهم انتم بتقرروا يا بنبعتكم على سوريا يا ما بتضلوا بالسجن. فلذلك الأهل كتير محتاطين، ما في خروج ما في دخول، تحاول دائما تكون انت شخص ماشي في الشارع بشكل طبيعي. الوضع المادي نوعا ما أصعب، نشتغل أنا وأخوي هون وقت عمل كامل، ومنبعت شهريا مبلغ كبير أيضا. يعني لو كانوا هون في بلجيكا فالمبلغ بعيشهم في بلجيكا أفضل ما إنهم يعيشوا في مصر. فلذلك نحن عم نحاول وحاولنا ولازلنا عم نحاول إن نرسل لهم دعوة نظامية. الدعوة تخولهم انهم يحصلوا على فيزا من السفارة البلجيكية في القاهرة ويوصلوا فيها بشكل آمن على بلجيكا، لأن طبعا أبي ولا أمي مسنين فما عندهم القدرة أبدا انهم يتعرضوا لمخاطر رحلة في البحر ولا حتى اني ممكن ينحبسوا او يتواجدوا في سجن مثلا في حجز المطار لانه هن كانوا مخالفين وطلعوا بطيارة بشكل غير شرعي. لذلك املنا الوحيد هو طريقة شرعية تخولهم القدوم الى بلجيكا. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك؟ مشتاق لك أكثر، كيف صحتك؟ كيف الأخواتك؟ الحمد لله تمام، شو أخباركم؟ كيف أبوي؟ لا ماشي الحال. كيف صحته؟ شفتوا الدكتور؟ الحمد لله لا. ليش ما شفتوا لبكرة. الدكتور؟ لبكرة. خير إن شاء الله. شو حابة تيجي تشوفينا؟ لا اليوم قبل بكرة أشوفك.